السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة ان شاء الله. المشي على البنات العيالات الامهات، كل شيء. كلكم راك عزاز. مهم اليوم خلينا نوريكم واحد الطريقة ديال كيفاش يمكن لكم تخلطوا تقادوا لهذا لبان الذكر، معروفة بهذا الاسم هذا، او اللبان الحر. كيف كتشوفوا هنايا عندنا بواطه، هاد البواطه خديتها انا من عند السيد اللي كيبيع هادشي ديال البخور، وكيبيع هادشي ديال العطر، وكيبيع هادشي ديال يعني ديال المهم هادشي كامل اللي خاص بهادشي. المهم هذا قال لي بانه الحر مزيان، قلت له انا غنتيستي ونجربو ونشوف. ديجا خديته من عنده وتيستيتو ولقيتو نيت هو هذا يعني الحر. بالنسبه للثمن ديالو، الثمن داير هاد البواطه هادي 20 درهم، فيها حجيرات كما كتشوفوا هنايا. غنحتاجو لهاد اللبان الذكر، راه كيصلح للمعده اللي كتضر المعده يشربوا عليها، اللي كتصلح للوجه. دابا انا غنستعملو الوجه والرقبه وبعد هذا اللي يديك هنا من التحت. مهم بزاف الحوايج كما كتشوفوا. غتحتاجو نص كاس ديال الماء، ديروها في قرعه، نص كاس الماء هادي ما يكون لا سخون لا حتى شي حاجه، وديروا هذاك اللبان الذكر، حطوه كامل كبوه في هذيك القريعه. وعنده بزاف الاستعمالات، بزاف بزاف بزاف. وضروري البنات ديروه في قريعه بحال هادي، وديروه في القريعه وتسدو عليه وتغطيوه بشي زيت وتحطوه في شي بلاصه تكون مظلمه لمده ليله كامله. كما كتشوفوا راه الماء شفاف وكيبانوا دوك الحجيرات فيه. وكل شويه بحال هكا الا كنتو درتوه في الصباح، كل شويه بقا تحركوا القرعه كما بهذه الطريقه اللي وريتكم. ولكن الا درتوه بالليل غتخليه واحد ساعتين وتحركوه عاوتاني، بحال كدرتوه مع 8 د العشيه ولا العشرة، تحركوه الوحده، تحركوه حتى تبغيو تنعسوا، صافي تخليوه حتى الصباح ان شاء الله. عاودوا حركوه مزيان، كل شيء بقاو تحركوه، كل ساعتين ثلاث الصباح بقاو تحركوه، باش كي داك اللبن كيعطي اللون ديالو. كما كتشوفوا البنات لهنايا راه دار الكشكوشه ديالو وطلق اللون ما شاء الله، جا غزال. طلق لون واعر بيض، داك اللون اللي محتاجين، ومازال غيبيض على هكا من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا الحجيرات لتحت بقاو صغيورين، وكاين باقي ما كملوش باش يطلقوا كاملين، غيدوبوا ان شاء الله ما يبقى فيهم حتى شي حاجه. المهم كتحتفظوا به هنايا في هذه البليصه هذه بحال هكا، تغطيوها بشي زبيف على الضو باش ما تشوفوش الشمس، يبقى هكا ليله كامله. دابا انا هذا عندي بايت ومازال غنخليه العشيه كامله حتى الليل ان شاء الله، وغندير معكم فيديو اللي غتشوفوه دابا طريقه كامله كيفاش طريقه الاستعمال ديالو. سلام البنات. مهم من بعد ما دازت 24 ساعه، صراحه كثر من 24 ساعه. مهم البارح خلطنا داك اللبان الذكر كما غتشوفوا في الفيديو في الاول. مهم البارح كنت في دارنا، واليوم جيت لداري، ممكن ما شفتو راه هو هذا اللي خلطته. ومره مره داري مخطو حيت مثلا داك الحجر كيدوب وكيبقى التخس ديالو هنا كيولي بحال هكا. مهم دابا انا غنزيد عليه الماء ورد اللي هو هذا، كاين دوريجين على هذا، ولكن تقاضى لي ما كنديرو بزاف تحت عينيا فاش كنت في الفتره ديال الحماله. مهم كما شفتو ما غنديرش بزاف، غندير غير شويه. وانا الصراحه ما كرهتش نكب، واقيلا نكب شويه في الكاس ونزيد عليه شويه ديال لوبان الذكر، ولكن غندير هنا كلشي باش نبقى نخدم بيه ديما. كما شفتو ديرو تقريبا كاس مع 4 كاس ديال الماء ورد، حيت الماء ورد كيعاون الوجه باش كينشف، وفي نفس الوقت كيعطي تاو المفعول ديالو. خلص ديال القرع بالمقلى. مهم كيما شفتو خلطوه مزيان بحال هكا. انا واحد الرشاشه كانت عندي كندير فيها بحال هكا وكنرش في وجهي، ما عرفتش شنو حطيتها ما عقلتش، ولكن ان شاء الله نقلب عليها وندير فيها هاد الشيء كامل. مهم كيما شفتو انا خليتها يهبطوا دوك الحجيرات، هما ولا ورد حجيرات كحلين صغيورين رقاق. ممكن ما قلت لكم البنات اللي ما قدرش تحط هذا في شي كاس ولا شي حاجه، تخشي دغيا هكا القطن
سلقتنا حتى يشرب داك هذا، وتبقى تخدم به وجهها. من الاحسن الرشاشه، وانا الرشاشه ما متوفراش عندي حاليا. غنحاول نخدم عيب بهذه الطريقه هذه، غنحاول نكب في الغطايه بلا ما بقى عيانه. ودابا راه 12:30 الليل، ويلاه ساليت معايا، يلاه جيت ومع الروينه ديال الدار، يلاه ساليت ممكن الشرق قدتها مزيان، وغنصاوب بها الوجه كامل. هانتا في عتو، في واحد الريحه دابا عتو تجي رهبط لي مع وجهي، حيت انا ما عنديش رشاشة. ريحتو في شكل، ما غنستخدم فوطة باش كيما شفتو البنات، ها هو هنا كيقطر ليا حيت انا ما عنديش رشاشة. شتو، نحاول نخدم هاد المنطقة حتى لهاد البلاصة هادي هنا، ولا كانت رشاشة مزيانة غترشي جوج رشات وغتوفر عليك حتى هو. صراحة كيصلح بزاف د الحوايج، حتى بحال كيضر على المعدة، يشربو كيضر على المعدة. المهم انا مورا الكاميرا ان شاء الله، مورا التصوير غنحيد الدره وغنكمل هاد البلاصه هادي كامله. المهم البنات كما قلت لكم، غتبقاو بحال هاد الطريقه هادي وتخدموا هاد البلايص حتى هما هادو اللي عندكم هنا. صافي هاكا مزيان، انا درت وجهي كامل، عرفتوا العين عليا قدامي. المهم دانا غنخلي وجهي هكا، غنحط ايدي من عز بلاصتو حيت شادو بابا، وغنتكى بحال هكا نرتاح حتى نشوف وجهي مزيان. صافي، وغنصبح ان شاء الله ونغسل وجهي. عندي اذني اللح هنا باقي. صافي البنات كما قلت لكم، لي هذا لي يعني توحد اللون، يتحيدوا ليها الهالات، فهمتوا يعني الحبوب الرقيق، ولكن ماشي 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 في سيمانه ولا في يومين ولا في 3 ايام، راه خصك يعني تطولي معاه، فهمتوني يعني تبقاي وانت مود وانت كديريه باش يعطي لك نتيجه، وانا غنرد عليكم. المهم تصبحوا على خير اذا كنتوا كتشوفوا الفيديو بالليل، ولا كنتو كتشوفوه في الصباح صباح الخير، ولا كتشوفوه في وسط النهار مساء النور. ممكن ما كتشوفوا عيني، انا صافي راه طفى بالطريق وداك الشيء ولا هي. المهم تصبحوا على خير ومساء الخير صباح النور. المهم نخليكم دابا غزالات نمشي، وان شاء الله الفيديو الجاي غنصور لكم غدا الى بغى الله. مهم ما عرفتش، ما قدرش نحرق المراحل دابا نقول لكم شنو كاين.